في صدر سورة المائدة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يعني في عقود؟ أيوة، لكن أنت مسكين مش عارف غير عقد البيع، عقد البيت، عقد السفر، عقد العمل، ده عقود. ده في عقود أنت نسيها، أعظمها وأخطرها عقد الإيمان بينك وبين الرحمن. مش في عقد إيمان؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. في سلعة معروضة وبائع ومشتري، يبقى أكبر حدا إيه؟ عقد الإيمان. عقد الإيمان أنت معرفش في حاجة. بعد عقد الإيمان في عقد تاني أخطر، عقد الزواج. عقد الزواج ده ربنا ما سماش حدا بالميثاق الغليظ إلا عقد الزواج. هو موضوع سهل، هو موضوع سهل الزواج ده. ولذلك يعني الناس عم تتجوز ده في الرخص. ده الأخيتي يقول لك قال اللي معه وحدة يبدلها. لا يا باش، ده كان زمان اللي معه وحدة الأخيتي بس يوكلها، يوكلها ويتوب الله على من تاب، مش كده؟ لكن التبديل ده كانت فرصة عن من حد زمان، فاتكم القطار. لكن مسألة الزواج تبنى على الحب، فتش عن الحب. سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه وعن أجداده، ابن بنت رسول الله الصبط الزكي، سيد شباب أهل الجنة الشهيد، لأنهم وضعوا له السم. كان يحب يتجوز كتير ويطلق كتير. حلال؟ انت يا اخي تقدر تتجوز اربعة؟ اتجوز. عايز تزيد؟ طلق وحدة، زحلق وحدة، وهات رقم خمسة تبقى رقم اربعة. المهم ما تجمعش اكتر من اربعة في وقت واحد، يا رب يوصلوا مليون. مدام انت عندك الكفاءة الجسدية والكفاءة المالية. في امير في الخليج اتجوز مش عارف 170 مرة. وعجب تبيت في ميامي في امريكا، فمشى وراها في الحمام السباحة وبيعكسها وبتاع، واتفق معها على الزواج. لما جو يعقده عشان هو رجل مسلم متمسك بدينه، فوجئ بأن أم البيت كانت زوجة سابقة له. انت قلت له ده بنتك يا سمو الأمير. طبعا ده مزواج المطلق، هيفتكر مين ولا مين؟ فالحسن بن علي خطب بنتا من قبيلة همدان، إحدى أمهات القبائل العربية. فسيدنا الإمام علي رجل حور، عشان ولدي هفتح له الباب وأقول له قال لا، اجمعوا للناس ومن بينهم كبار قبيلة همدان. فنادى المنادي فاجتمع الناس، سبحان الله، صعد المنبر وقال أيها الناس أنا أحمد الله وأصلي وأسلم على سيد رسول الله، وسأتكلم بكلمات أقصد بهن كبار همدان. بلغني أن ولدي الحسن قد ذهب ليخطب بنتا من بناتكم، وأنا على منبر رسول الله وهو ولدي، والحسن موجود، أنا أقول لكم ما فيها، ولدي هذا مزواج مطلق. ما تجملوش حال الدين، ما فيش مجامل. ما تقولوش عشان أبوه أمير المؤمنين ولا ابن عم رسول الله ولا أمه الزهراء ولا ولا، ده حقوق وعقود وميثاق غليظ. وابني هذا أنا أعترف عليه مزواج مطلق. إن أردتم أن تعطوه على هذا العيب فالقرار قراركم، وإن رفضتم وظننتم عليه ولم تسايروه ولم تناسبوه ولم تصاهروه ولم تعطوه ابنتكم فهذا أمر من حقكم، ووالله لا أغضب منكم. تقدر تقول كلمتين على ولدك؟ ولدك مدمن وانت متقدم رايح تشبك له وتقول عندي ودي تحط على الجرح طيب؟ يا ضلالي. ولد شمام يقول لك يا سلام، ده ربنا كرمني بحتة واد وحيد جيله فريد عصر، ونرجع الوحيد وفريد، ده فريد الأطرش يا عم الحاج. الأفلام دي ما تمشيش معانا، ده كانت أيام الأبيض والأسود. شوف الإمام علي قال إيه؟ ابني هذا مزواج مطلق، فإن أردتم أن تزوجوه فزوجوه، القرار قراركم، إن رفضتموه حقكم، إيه المشكلة؟
فوقف كبير قبيلة همدان وقال شكرا لك يا أمير المؤمنين، فقد أبنت لنا الأمر، ولكن نقول لك كيف ترفض ابنتنا أن تقبل شفاها كان يقبلها النبي المصطفى؟ والله لندوه ندوها ندوها ندوه، من يطيل سبب ونسب برسول الله؟ ما ياخده، ما نشتروش نسب رسول الله بيت عندنا، عنيه وقعت علينا وقصدنا، ده شرف غالي يا عم، ياخدها نفعت خير ما نفعش ترجع البيت ابوه، لكن فرصة ما هنضيعهاش، والله لنعطيه ابنتنا. فلا يجوز ولا ينبغي لبنتنا أن ترفض أن تقبل شفاها طالما قبلها الحبيب المصطفى. سيدنا علي راح ضحك وقال نبدأ حب يا أخواننا، نعمل إيه ولا هقول إيه؟ أنا مش هقدر أقول لك الحاجة واحدة، والله لو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان أدخلوا بسلام. يبقى أساس العلاقة الزوجية المحب، أساس النسبة المحب، فتش عن الحب يا عباد الله، حبوا فليس غير الله رب، إن في القرآن آية هي للقلوب طب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. اللهم بارك للعروسين وبارك عليهما واجمع بينهما في خير، وأنبتهما نباتا حسنا، وأخرج منهما ما يشبه اللؤلؤ والمرجان. اللهم عوض عليهما بذرية طيبة مباركة. اللهم نجح الطلبة والطالبات، وسلم المسافرين والمسافرات، واكتب لنا زيارة لبيتك المحرم وزيارة لمقصورة نبيك الأكرم، العاقبة عندكم في المسرات. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم وفي هدي سيد المرسلين، وجزى الله عنا شيخنا الفاضل الشيخ سيد خميس وابنه الشيخ خالد وأصحاب الفرح وكل من لبى وسعى وكل من حضر وشرف. بارك الله فيكم، طابت ليلتكم كما طابت جمعتكم، وأسأل الله أن يجمع دائما بيني وبينكم في الخير وفي المسرات. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.